التأثير والتأثر. هلا احنا في المجتمعات لما اجوا اخواننا السوريين، اوكي في علاقات تزاوج، في علاقات مصاهرة، وفي علاقات تجارية تربطنا من زمان مع يعني مع اخواننا السوريين. انا بتذكر الوالد رحمة الله عليه لما كان بده يروح يشتري اقمشة، يا اما يروح على دمشق يا اما يروح على حلب يجيب الاقمشة لبعض الامور. هلا التأثير والتأثر عم بحكي لكم من واقع الملاحظة اللي احنا عاملينه وعم نشتغل على ريسيرش. انا بحب جدا اني اكون انا بناء على مسوحات وعلى اشياء من وجهة نظر الاخر. لما سألنا الاخوان السوريين على موضوع التأثير والتأثر كمجتمع، لان المجتمع هو تأثير وتأثر، بداية قالوا لنا احنا صرنا نحب نتعلم. قالوا للطلاب اللي هلأ هم بالجامعة سنة ثانية وثالثة ورابعة، بقول لي أنا هذا شفته بسوريا، أنا تعلمت عن إيد أبوي الكار، لأني أنا بروح من 8 سنين مع أبوي بالصيف وبروح بعد الجامعة مع أبوي. فهلأ أنا إذا أبوي حرفته نجار أنا نجار ممتاز، إذا أبوي مهني في مهنة معينة أنا عندي مهني. أنا هلأ بدي ألجأ لمهارة جديدة تفتح لي أبواب جديدة، عشان هيك أنا بتعلم وبدي اتعلم. ما بدكم تضلكم تقولوا لي بس تدريب مهني وروح حرفه وروح كذا، انا هذا خلص مخلصها هاي القصه. القضيه الاخرى الزواج، يعني انا هذا من علاقه صداقات مش من ريسيرش. يعني انا في إلي صداقات كثير مع اسر سوريه، كان بدايه الصبايا بعمرها 16 17 تقول لها تكملي توجيهي كذا، تقول لك لا انا بدي اتزوج وبدي اروح عند زوجي والى اخره. هلا بعد التعايش مع المجتمع الاردني والتاثير والتاثر، تسال صبيه تقول لك لا انا بدي اتعلم وبدي اروح اشتغل وبدي يكون لي حياتي و و و والى اخره من هالامور. بالمقابل المجتمع الاردني تاثر بالمجتمع السوري. كيف تاثر؟ لو تروحوا مراكز التدريب المهني اللي كانت تعمل تريننج للناس، ما كان ولا واحد اردني يروح لمؤسسه او نسب قليله ويصير فيها تسرب، يقعد شهر ولا شهرين يصير فيها تسرب. هلا لانه صار في منافسه قويه على المهن اللي هي المهن الحرفيه، فصار الاردني عشان ينافس السوري صار يروح يتعلم على مؤسسات التدريب المهني. تعالوا شوفوا صفوف التدريب المهني الان صارت باعداد اكبر من الاردنيين، وهذه دراسة عملناها على الرمثة اللي هي في شمال الأردن. سألناهم إنه أنا عندي طلاب إنه وزعوا استبيان، في عنا إشي اسمه مشروع تخرج في النهاية بيكون، وزعوا استبيان إنه الأردني قديش تأثر بالسوريين بالمهن وانتسابه لمؤسسة التدريب المهني. فهون صار تأثير وتأثر في المجتمع. وشكرا لكم إنكم سمعتوني، شكرا جزيلا. يعني بالمركز هون كمان. يعني انا عندي بس تعليق بسيط. فكره التاثير والتاثر، انا بعتقد انه الاثر غير المعلن يفقد قيمته. وهذا مهم. انا حبيت الفكره اللي حكى فيها انه ابني مبسوط، يعني لما بيجي على عمان بنبسط او لما بغادر بزعل. واحيانا انه يعبر عن هاي المشاعر كثير. حتى الاستاذه لما كانت تحكي الصبح انه احنا انتجنا من خلال التدريب المهني والى اخره ناس فاعلين بالمجتمعات اللي هاجروا لها، هذا جزء مهم ومقدر. لكن انا كنت بحب انه يصور فيديو صغير ويقول بعد ما وصل للبلد اللي وصلها. ايه بقول طبعا اعلام دكتور. بالضبط. فيديو صغير ويقول شكرا للأردن لأنه التدريب أو التأهيل أو الإمكانيات البسيطة اللي توفرت لي بالأردن هي ساهمت بنجاحي بكندا أو بألمانيا. عارفين هذا الفيديو شو ممكن يعمل بالحالة؟ راح يحفز، لأنه واحدة من وظائف الإعلام الغائبة بحكم التخصص الغائبة هي الحفز. إحنا الإعلام ما بيحفزنا نعمل إشي كويس ولا بيحفزنا نتطور أحيانا، وبيأثر على المجتمع سلبا. البيئة التشغيلية للأفراد والمجموعات والمؤسسات مهمة وبتصنعها جزء من هالإعلام. فأنا بحب هذول الناس إذا بتتواصل معهم الأستاذ، يعني كتوصية تكون إنه بس يحكوا عن تجربتهم بالأردن كيف بدت وكيف ساهمت بنجاحهم بالمكان اللي هو فيه، وقديش من وكالات الأنباء والتلفزيونات العربية والعالمية راح تلتقط مثل هذا الشيء وتحوله لإشي يدعمني كمجتمع مضيف، اني ادعم اللاجئ او طالب اللجوء اكثر، ويحفز اللاجئ او طالب اللجوء انه يورجي دوره الايجابي بالمجتمع.
والدكتور فوز. كون الجلسة بالنسبة للدكتور منذر والدكتور رعيم بدي أستعير من فكرهم شوي، من فكر الدكتور منذر اللي يعني أنا بشوف بشكل مؤسسي هي صيادة الرؤية والأهداف والسياسة. فزي ما حكى الدكتور يعني لابد للنجاح في التغيير بالضبط يكون واضحين يعني صيادة الرؤية والسياسات والأهداف. وايضا كون الدكتورة جنبي وهي عزيزة علينا وهي علمتنا بوزارة التربية والتعليم شيء اسمه المؤشرات التربوية. فبحكي انه كل كلامنا العاطفي لازم يترجم لمؤشرات، مؤشرات رقمية او كمية حتى نستطيع نعرف مدى التقدم في التغيير. برايي انه المؤشرات كثير مهمة للدكتورة، ما حدا عمال بيشتغل على المؤشرات. خليني برضه اغش منك واتذكر شغلة الدكتورة دائما بتضل تقول انه لازم نعمل بالمركز شيء الكتروني، حتى بتضل تحكي لرئيس الجامعه انه لازم انت تعمل هيك كمان زي داشبورد يعني، ودخلوا كل شيء بصير الكتروني عشان بالاخر نقدر نعرف وين الخلل اللي صار عندنا اللي هي فكره المؤشرات والكي بي ايز. فاحنا معنيين انه يكون كمجتمع عندنا منظومه او مؤسسه او اليه بشكل او باخر تقيس قديش انتاجيتنا. احنا دائما متهمين المجتمع، الدكتور شوي يعني مش منحاز لديه صورة سلبية عن المنظمات العربية والإسلامية والجميع. أنا بتحمل مسؤولية اللي بقوله، بس هيك بتكلم عني. هيك فهمت من كلامك، كان يقول العرب المؤسسات العربية كذا كذا، المؤسسات الإسلامية كذا كذا. طبعا رأيه بحترمه وبقدره، لكن هل هذه الرؤية أو هذه الصورة التي تشكلت عند الدكتور هي بناء على مؤشرات؟ زي وبجوز زعلت مني الاستاذه هون لما قلت لها على موضوع الاعتداء اللي انه يعني لازم نتحفظ او ناخذ الرقم بتجرد. هاي مؤشرات حتى تعمم المعلومه يجب ان يكون لدي مؤشرات حقيقيه عشان اقدر اتطور، لازم يكون عندي مؤشرات حقيقيه. ما بزبط اقول العرب كسالى وهم منتجوا بس انا ما قرات قديش كميه انتاجهم. زي مثلا الصوره السلبيه عن بعض المجتمعات العربية والدول العربية، بنقول المجتمع الفلاني والدول الفلانية كذا كذا، بس لما تروح تزورها بتكتشف انه عكس تماما ما كنت تتصور. تمام؟ برضو بالطاولة هاي بتحكي؟ دكتور طلال. الحقيقة في نقطتين مهمة. السؤال على عمومه اجتماع ونبني بنية مجتمعية، هذا نقطة، والحديث عن قضايا مخصصة كيف أنا بدي أبني فيها التماسك الاجتماعي قضية أخرى. بدي أتحدث عن المجتمع، أنا بدي أقرأ التاريخ. التاريخ يقول في كل مراحل وحتى في الوضع الحالي أن أي مجتمع أو أي أمة تريد أن تظهر يجب أن يكون لها قضية. تقول لي قوانين ومش عارف إيش، هذا كله كلام للاستهلاك المحلي. شوف إسرائيل عندها قضية، شوف أمريكا عندها قضية، في أنظمة بس مش هي الأساس. الأساس هو القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الأمة على أساس قضية، قضية الإسلام. صلاح الدين الأيوبي بنى القضية على قضية القدس. أنت لما يكون في عندك قضية تقدر تبني مجتمع. أما السؤال إنه هل أنا بستطيع أن أبني والله تماسك اجتماعي هذا شيء آخر، فيجب أن نفرق بين الطرفين بس. طيب زمان وأنا طالب بالجامعة أخذت جائزة أفضل مناظر مرتين، من الذكريات الحلوة بالنسبة لي. وبدي أضحك يعني مثال الدكتور مش تحيزا لرأيي ضد رأيه، لكن عشان أبدأ الإجابة من هون. مناظرة لا مش مناظرة، بس أنا أعتقد أن الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست رسالة، مش أعتقد هذا جزم، ليست رسالة إنسانية. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه رؤية خاصة، لم يبني رؤية، وإنما الرؤية رؤية إلهية بالنسبة للدين. يعني المشروع لم يكن مشروع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما مشروع إلهي، رسالة من السماء. هذا قولا واحدا. أيضا القضية التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم
ومن بعده الصحابة والسلف الصالح. هذه القضية كانت بمجملها تقوم على العدالة، بمعنى القوانين. كيف يعني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ الدعوة قال إنه العبد زي السيد، بدنا نلغي العبودية، بدنا نعمل عدالة. قال إنه الموارد مشتركة، مش يكون في قوي وضعيف. هاي رسالة الإسلام عموماً. أساس السور وقانون نزل هو القرآن الكريم. لما نزلت الرسالة على سيدنا محمد أول سورة عليها، بالقرآن الكريم هو الدستور والقانون الذي يحكم المجتمع الإسلامي. وبالتالي يعني حتى تعريف الاجتماع، جماعة الاجتماع يعني أحسن مني. أي مجتمع هي أرض وأشخاص وقوانين وأنظمة وتشريعات، بعد ذلك العلاقات وما غير ذلك تتبع. وبالتالي يا دكتورة، عودة لحديث الدكتور، نعم القضية، احنا كلنا او معظمنا حضر مسلسل التغريب الفلسطيني، واللي ما حضرش المسلسل حكت له امه وجدته وابوه وجده عن كيف كانت تفاصيل هذه القضية، قضية الفلسطينية. وما زلنا بالرغم من مرور عشرات السنوات على ما حصل في فلسطين، ما زلنا نؤمن بداخلنا، سواء الإخوة في فلسطين أو من خرجوا من فلسطين أو بالأردن أو بالكويت أو بالسعودية أو بكل الناس اللي آمنت بهذه القضية، مؤمنين بأهمية وأحقية هذه القضية، بالرغم من أنه مش قضيتنا المباشرة. وبنشتغل عشان، يعني رئيس مجلس النواب الكويتي مثلا دائما بصير في حوله هالة بالتصريحات حول القضية الفلسطينية. هذا الرجل بلده مستقر، عنده رؤية سياسية واقتصادية والآخرية، لو إيش بالشام فلسطين أو بدافع حقوق الفلسطينيين؟ لأنه هذا، لأنه القضية ليست بالضرورة أن تكون يعني قضية مباشرة، وإنما ممكن أتبنى قضايا أخرى. بموضوع الأزمة السورية في تشابك أثر، وحكيت الظهر لما كنت أحكي عن عدم وضوح المفاهيم أحيانا، لكن في تشابك بين السياسة والمجتمع والتركيبة الإنسانية. يعني في أشياء ما بقدر أخذها بتجرد بعيدا عن السياسة، في أشياء ما بقدر أخذها بتجرد بعيدا عن الاجتماع، زي ما حكينا قبل شوية دكتور، إنه بالرمثة ما حسوا إنه يجاهم حدا جديد، وبالعكس. يعني أنا شفت الممثل السوري مازن ناطور بيحكي عن تجربة أمه بالطرة، بيقول أمي بالنسبة لها لما بتيجي عندي على الإمارات بتقول يما روحني على الطرة، وكأنها بتحكي عن قريتنا اللي بدرعة. ما حسيتش بالتغير الكبير بحياتها، وهذا لأنه مرتبطة بالتركيب الاجتماعي. كل ما قيل صحيح، بعتذر إن كنت متحيزا لأفكاري، لكن هذا يعني أعتقد واضح. هي واضح جدا. أي قوانين هي نتاج رؤية واضحة. نعم. هاي في قوانين كل الدول العربية، وهاي في مشاعر، لكن لا توجد رؤية. لما يقول لك فلان أنا عندي رؤية لبلدي أو عندي رؤية لمجتمعي، أو أنا رايح هون زي ما بتقول إسرائيل، أرضه هي إسرائيل من كذا لكذا، بجند شعبه، وبالتالي الشعب يؤمن بقضيته، وبالذات هون بتكون اللحمة الاجتماعية. أنا لما أروح على أمريكا، في أمريكا بعلمه أول ما يستلم الجواز السفر الأمريكي النشيد الوطني، وأنا بركز عليه لأمريكا، وبيحلف تحت اليمين لما يروح ينتمي الى امريكا. ليش؟ لانه اصبح فرد ويدافع عن امريكا، واحنا بنعلمه بلاد العربي اولادنا بيغلوها وابني اللي عمره بدنا نضل نحكي في فرق بين الحكي وبين الفعل، واذا بدنا نضل ننشد ما حداش طلب منك تنشد. لا ما حداش طلب منك تنشد، ولا حدا طلب منك شيء. حدا بقول لك اصنع رؤية للمجتمع. وأنا بختم. نعم أنحاز لأفكاري، كلنا ننحاز لأفكارنا، حاولت أن أكون موضوعيا وأسمع الجميع، لكن بدي أختم برأي شخصي. هذا المجتمع وهذه الدولة بمكوناتها المختلفة، بما في ذلك الإخوة السوريون، بما في ذلك الإخوة السوريين، لديهم رسالة إنسانية تنبع من الفرد أو من الأسرة أو من المؤسسة،
وكل شخص فينا يحاول تحويل هذه الرؤية الشخصية أو الجمعية إلى رؤية كبيرة واضحة مشتركة نعبر عما في داخلنا حتى نصل إلى نتيجة حقيقية. شكرا جزيلا. طبعا دكتور انت يعني احنا ضيوفك. بس في حاجة احنا لغاية دلوقتي ما اتكلمناش عنها، الحرية. الحرية لم تذكر من الساعة 10 صباحا إلى الآن. مجتمع لا توجد فيه حريات لن تجد فيه كل اللي أنت بتتكلم. أقول لك ليش ما حكيناش من الصبح؟ وتقبل الآخر. لأنه احنا مجتمع يتميز بمستوى حريات مرتفع. الحرية هي اللي كان بينادي بها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ صدر الدعوة، والتي نادى بها كل الأنبياء والرسل. بدون حريات انا مش بتكلم عن اي دوله دلوقتي طبعا، بس انسى كل الدول في العالم. اسمح لي بملاحظه بعد ما بدي اختزل الحديث فقط بالجانب الدين الاسلامي. الدين المسيحي اسمح لي اسمع معك حتى الدين المسيحي بيجي تعال كل الاديان تعال 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 وكل الرسل كل الاديان. فبالتالي بس اكمل كلامي كمل كام. انا اعتز بديني شاء من شاء وابى من ابى، واعتز بحبي المسيح عليه السلام وموسى وابراهيم ولا، وده ديني علمني كده ورسولي علمني كده، انا معتز بمن علموني. الاخرين ما حد بيعلمهم يعتزوا بالدين الاسلامي. جيم راح. الحريه هي الاساس في كل عمل مجتمعي، كل عمل مدني، كل عمل سياسي، كل عمل اقتصادي، كل عمل فكري. بدون حرية هنلف حوالين بعض. أنا أشكرك وأشكرك عشان إيه أختفي. الله يسلمك. يعطيك العافية جميعا. لا لا أنا مش عارف. بس بدنا نختم بآخر محور، تحديات وفرص الوصول والمناصرة. أستاذ محمد الخطاب مدير برامج ومشاريع دولية. تفضل. محمد خطاب. لا أكثر من جهة يعني. أفضل. إيش سؤالك دكتورة؟ تفضلي دكتورة لي. أنا بسأل بأي جهة في برامج المشاريع، لأن عندنا الجامعة فيها كثير برامج مشاريع، وزارة التربية كان فيها برامج مشاريع، بوزارة التخطيط في مدير برامج مشاريع، فأنا حابة أشوف حضرتك للناس. أسست آيا فاونديشن في 2011 في بريطانيا. ما شاء الله عليك. ومن ثم انتقلت لأستراليا برضو آيا فاونديشن في كوينزلاند في جولد كوست. وعندي كذلك الآن بدأت في إدارة مشاريع وتطوير في الإغاثة الطبية العربية، وأسست أول مركز للصحة النفسية في مخيم الزعتري، وأدرت 9 مراكز طبية في التابعة للأمم المتحدة. إضافة أنه أنا الآن مدير مشاريع وتطوير مركز الكالوت التنموي. ما شاء الله عليكم. وتشرفنا بالشراكة كمان مع الدكتور مندر، أسسنا أكبر مستشفى قطري في مخيم الزعتري. والآن بشراكة مع الـ AFH اللي هي Action for Humanity في بريطانيا والأردن، وكذلك مع الـ HRF. حقيقة خليني أعتب عليكم شوي. تفضل. يعني أنا لما رجعت لسجل المركز معظمكم للأسف مش بمصفوفة شركائنا. يعني مركز من 1992 أسسه سمو الأمير حسن، وهو المركز البحثي الموجود الوحيد في الريجن العربي. نعم. يعني في مصر عند إخواننا المصريين في الأيوبية في برنامج ماجستير، في لبنان في برنامج ماجستير، لكن ما في مركز دراسات بحثي موجود في الوطن العربي إلا مركز دراسات. فبدي أسجل عتبكم طبعاً، أو عتبنا على أنفسنا قبل بعدين عتبنا عليكم، إنه إحنا مش عم نعمل تواصل عشان نوسع شبكة الشركاء تبعينا. أتفق معك حقيقة، وهذا الصباح كنت أحكي مع أستاذ خلود بموضوع اللي هو كنت فترة للآي آر سي، الآن شو عاملين أوراق بحث ضخمة نتاج إلى الأزمة السورية التي حدثت. وأنا ما زلت بحب أقول دائما
نبتعد عن مصطلح اللاجئين ولا حتى طالبي اللجوء. أنا بحب أعتمد مصطلح أشقائنا. نحن الوطن العربي كله يا إخوان. وأنا لما قلت على موضوع التمكين حقيقة بحب أوضح بهذه الفكرة. الطاولة اللي هناك مزعجين شوية. يعني بمشيكم إياها. نعم. فنحن إذا أردنا نتكلم على مشاكل وإمكانيات التمكين للإخوة السوريين وجميع الإخوة اللي موجودين على الأراضي الأردنية في هذه المملكة الأردنية الهجمية، لأن إحنا بنعتز بوجودنا حقيقة في هذا المكان وبنستضيف جميع شرائح المجتمعات العربية دون تحيز، لا لأي دين ولا لعرق ولا لجنس. وهذه اللي قبل قليل تفضل الإخوة بغض النظر نحن مسلمين مسيحيين، حتى اليهود ما عندنا معهم مشكلة بالمساحة. نحن في الأردن نستضيف أي حدا، نتقبل وجود أي أحد، لكن دائما بنركز يا دكتور طارق على موضوع مهم جدا، إنه نحن ما بنستطيع نقصي الآخر. وأنا لما تكلمت واستشهدت في المقولة إن أردتم أن تقوم على أرضكم أقيموها في نفوسكم، بدأت فيها اللي تفضلت فيه الدكتورة ريم، إنه نحن كمجتمعات مستضيفة ليه ما نعطي كوتة للإخوة السوريين؟ وأنا بحكي أنا مع إنه إعطائهم أكبر من كوتة، وبالعكس انخراطهم في العمل والرزق للجميع، لكن في بعض القطاعات اللي أنا إلي تحفظ عليها هي هوية البلد وهوية هذا الجزء. حتى لما نروح على سوريا بتروح على حلب إلى هوية، بتروح على الشام إلى هوية، بتروح على حمص إلى هوية. فهذا قصدي، وليس قصدي إنه لا سمح الله إقصاء آخر، بل على العكس نحن قدمنا الحمد لله. وكان لي وبشكر ربنا إني أنا كنت في أحد أهم المشاريع اللي هو The Hope Center، مركز الأمل لتعزيز الصحة، اللي هو ضمينا فيه عملت النيتس أسسمنت تبعه بال 2017، ووجدنا أكثر من 300 طفل وقتها في مخيم الزعتري بيعانوا من عدة مشاكل. المشكلة الأولى هي النفسية، التروما اللي عانوا منها بالكرايسيس تبع سوريا. المشكلة اللي بيعانوا منها بسبب زواج الأقارب عندهم أخرج، وهذا يعني موجودة كحالة درسناها وقمنا في تأسيس احتياجاتها، إضافة إلى المشاكل occupational therapy, physiotherapy, audiology, psychology إجمالاً. أنا عندي psychiatrists كنت أجيبهم من أمريكا حتى يعني يعملوا الجلسات اللي موجودة عندنا ل 300 طفل. والحمد لله من 2017 لليوم خرجت أكثر من 170 حالة، وما زال المركز قائم مع أني أنا تركت المكان، إلى أني ستيل يعني بعتبر نفسي God Father لهذا المشروع ومش ممكن بتركه يعني. ونحن الحمد لله المخرجات والمدخلات لهذا المشروع كانت ضخمة جدا، وهي حقيقة ورقة بحث. أتمنى من الدكتور طارق والدكتورة ريم أنهم يتبنوا هذا المكان وتطلعوا ببحث كبير جدا عن المشروع هذا حصرا، مع أنه إحنا عندنا 9 مشاريع طبية، لأنه هذا المشروع هو مشروع فريد جدا من نوعه. لا يوجد أحد حتى الأمم المتحدة الـ UNHCR في باكين لهم كل الاحترام ما بيقدموا هذه الخدمة في أي من المخيمات. نحن الوحيدين اللي رحنا وشفنا هذا الأمر، حتى إني واجهت قضية أخرى مع الممول اللي كان هو بيدعو للفوسترينج، وبتعرفوا نحن مجتمعاتنا بتتقبل الفوسترينج، نعمل تبني ونجيب ولد نحطه في عائلة. أنا قلبت المشروع كامل خلال 4 سنوات إلى إنه لا، أنا بمكن هذول الأهالي. كيف؟ عملنا تمكين للأولاد اللي محتاجين للرعاية، إضافة إنه عملنا تمكين للكير جيفرز، الأهالي إن كانوا الأم والأب ولا الإخوة في البيت. في فترة كورونا ما عانوا مع أطفالهم اللي عندهم شلل دماغي أو توحد وما إلى ذلك. ليه؟ كنا نجيب الأهالي عندنا كل أسبوع في وان سيشن جروب سيشن، نعلم الأهالي كيف يتعاملوا تماماً مع أبنائهم. وهذا أخذناه نحن على عاتقنا كشباب ومبادرين وما إلى ذلك. إذا مكننا نحن الأهالي هنا في حال رجعوا على بلادهم، ممكن هذه الرعاية اللي ما بتلقوها في بلدهم يتلقوها عندنا وأخذوها، فهم اتمكنوا بهذا المجال اللي يروحوا على بلدهم بدون أي مشاكل. إذا رحنا على التمكين الآخر بالبوكيشنال ستاديز، وانا دائما بقول الحرف اللي موجوده تفضلت فيها، الحرف الموجوده في سوريا عند السوريين او الشعب السوري غير موجوده باي مكان.
تقريبا لفينا بريطانيا وأوروبا وأستراليا وغيرها. فعلا كان الشاب السوري أو الحرفي السوري هو المبدع في هذه المجالات، إن كان بالعمل البناء، إن كان بعمل الدهان، كل الكونستراكشنز والأمور هذه. حتى أنا لو أجيكم الآن صورة للمركز تبعي في الزعتري قبل وبعد، تشوفوا بالأول واجهة عادية بيضة من الساندويتش بانل، جبنا شباب اثنين سوريين عملوا تحفة فنية، يا ريت بقدر أشيرها معكم وتعرضوها إذا كان في مجال للمنظمين، حتى تشوفوا فعليا كيف وصلوا لمرحلة من هذا التأهيل. أنا مكنته بجيبه يشتغل معاي بهذا الشغل، جبت السوري يشتغل معاي حتى في العمل الطبي داخل المخيم، اجونا أطباء مهرة واستثمرنا فيهم لهذا المشروع، فهذا تمكين. وكثير منهم استطعنا إيصاله للأمم المتحدة والآن هو بأوروبا وبريطانيا وغيرها. فأنا مع هذا التمكين، ونحن إذا وصلنا لمرحلة بالتأسيس لهدول الناس بغض النظر شو البرنامج اللي بنشتغل عليه، نحن كان في برنامجنا الطبي وجهنا كل جهدنا وضخامته إلى العمل الطبي، نحن استثمرنا من خلال الإغاثة الطبية العربية سابقا أكثر من 5 مليون دولار كانت موزعة ما بين قطر والكويت وبريطانيا وأمريكا والأمم المتحدة اللي ما زلنا شركاء معهم بهذا الشيء على هذا الموضوع. الآن حقيقة بعد ما شفنا كل التطوير اللي عملناه في المخيمات والإخوة السوريين، توجهنا مباشرة في مركز الكالوث التنموي الآن لحتى نمكن المجتمعات المحلية كمان، حتى ما يشعر ابن المجتمع المحلي وابن البلد بالظلم. يقول لك يا عمي طيب أنا إجا السوري، إجا العراقي، إجا الليبي، إجا أخذ مكاني، طب أنا بدي أوصل له awareness إنه إحنا هذا ما أخذ مكانه، لكن كمان إحنا هنا موجودين لدعم. فالآن عاملين برنامج ضخم جداً وإن شاء الله بنطلق للنور قريباً في تمكين المجتمعات المحلية والشباب حصلوا وتطويرهم لحتى يتمكنوا اقتصادياً واجتماعياً وحتى فكرياً في تقبل الآخرين. وإن شاء الله كذلك في معنا بـ AFH حيكون في عنا مشوار طويل بهذا الموضوع، حنبدأ بالسنة الجديدة 6 خلود إن شاء الله ببداية السنة القادمة، راح يكون فقط معنا في الجمعيات الخيرية وكيفية بناء القدرات فيها، وهذا بنتمنى يكون بشراكة مع جهات ضخمة زي حضراتكم، وحتى كذلك ممكن نستضيفكم عندنا بالكالوتي نحن نتمنى زيارتكم جميعا، نحن عندنا قاعات ضخمة، عندنا إدارة كبيرة في الموضوع وهو برنامج وقفي. وخلينا نحكي الأول من نوعه عند المسجد، عملنا ديفلوبمنت سنتر ضخم ممكن الأول من نوعه كفكرة جديدة كمركز وقفي في العالم أو في الوطن في الأردن، يعني ما موجود أبدا مركز وقفي تنموي، كله مساجد إحنا الوقف عندنا، هذا مركز وقفي تنموي فقط لأجل أنه تيجي هالجمعيات، يجوا هالناس يعملوا لقاءاتهم عنا، قاعات مجهزة بشكل كبير، عنا شراكات ضخمة، استضفنا كثير من الإمارات ومن الناس هذه خلال شهر الماضي الحمد لله رب العالمين. فبتمنى نوصل ونخرج نحن بجملة من التوصيات اللي نحن تيجوا تعال يا محمد الخطاب نجد التوصية هذه لمركزكم وموقعكم بالعمل الخيري، انه تطلعوا فيها وتتمنوا انتم هذا الشيء ونحن نكون متعاونين. ونحن اي شيء بتحتاجوه كذلك من جهتنا من اي داتا من اي دراسات احنا قمنا فيها نحن كذلك جاهزين. عندنا جمعيات تبرع في عمل اللي هو البروبوزلز، وهذا موضوع مو سهل كيف نحن نعكس حقيقه حاجه المجتمع وحاجه اخوتنا السوريين للتمويلات هذه، وشو ممكن نقدم لهم. وللاصل نوصل لمرحلة من التخصصية. الجمعية X هي تعمل في العمل الخيري الطبي، الجمعية Z تعمل في العمل الخيري التعليمي. إذا وصلنا لهذا الموضوع وقسمنا هذا العمل، وهذا حكيتوه في البداية حقيقة. نعم، هي هذا إذا وصلنا لمرحلة الانتجريشن لكل هذا ونحن نكون مكملين لبعض أفضل بكثير من كل واحد يشتغل على رأسه. وأنا آسف للإطالة وشكرا جزيلا لكم كل الاحترام لكم. تفضلي. نعم أي معلش، إحنا عملنا qualitative research وزدنا على ميجا، سألنا إخواننا السوريين على موضوع الصحة. نعم. نسألهم يعني ليش ما بيروح على الدكاترة، يقولون إحنا بنروح على الصيادلة، على الصيادلة إذا كنا نعاني من أمراض يوصفون العلاج ونرجع، ما بنراجع دكتور أو مستشفى.
ايش الاسباب؟ هل هي اسباب في الكلتشر ولا اسباب مثلا ماديه ولا كذا؟ قلنا احنا ما كناش هذا هو بس هذه النتائج اللي حكوا فيها. عفوا داخل ولا خارج المخيم؟ خارج المخيم. خارج المخيم. اسمحوا لي بس هذا اوف ريكورد يعني بتمنى انه ما يتم نشره لانها يعني خلينا نحكي وثائق معينه سجل بس ما ماشي. هذا للدكتور. الفكره انه حقيقه هذه مشكله واجهناها. اتس فاين بس انا بحبش احكي يعني بعض المشاكل اللي ممكن تحسب على بعض الاخوه. يا اخوان احنا اول ما بدانا في عمل المخيمات جيت من بريطانيا من 2011 كانت الحياه لسه بالبدايه والوضع عجبنا فكنا نعاني مع الاخوه السوريين انه البيبي اللي بياخذ ادويه محتاجها او مو محتاجها فقط من مبدا اللي هو الفقر هذا شيء درسناه بالفقر يعني اخذ الدواء بياخده ببيعه برا المخيم بياخده بيوديه من يعني لأماكن أخرى يتم استخدامه بطريقة معينة يجينا قبلنا هذا الموضوع عملنا سيستم ERP سيستم لحتى نضمن سير العملية بشكل كبير كيف؟ أدخل عندي أنا المراجع على رقم المفوضية تبعه أول ما أدخل بدخل على الترياج على الفرز بعدين بيتم توجيهه للطبيب لا يمكن ياخذ دواء حاليا الا مع نهايه العلاج مع نهايه بعد ما يطلع من عند الطبيب الاخوه اللي خارج المخيم عندهم هي الكلتشر القديم وهو موضوع مالي وهو موضوع فكري معين انه انا والله مش محتاج الطب انا عارف عندي شويه صداع هلا ما بحط في اعتباراته انه ممكن صداع تكون وراه مصايب اخرى يقول لك خلاص حطين بنادول باخذها وبتمشي هذه الثقافة حتى موجودة مش بس عند الإخوة السوريين ترى عند الأردنيين يعني حقيقة لكن تقنينها في المخيم أصبح سهل خارج المخيم يحتاج حقيقة عمل حكومي ودولة أكبر من أي منظمة أو جمعية يعني ما يصف الدواء إلا إذا كان في وصفة طبعا مهما كان نوعية الدواء بس أنا بدي أعقب عشان تفضل بالنسبة للسوريين حقيقة السوريين مروا بعدة مراحل متلبسة في موضوع العلاج بداية الأزمة كان السوري يعالج في المراكز الصحية علاج كأنه مواطن أردني قادر مش لازم يدفع قيمة قيمة أجرة المستشفى أو العلاج للأردن القادر أعلى من المستشفيات الخاصة العلم يعني نروح على حمزة بدفع أكثر من المستشفى صار في ضغط اجتماعي منظمات الدولية وكذا والآخرية تحول إلى أردني غير قادر مع تقادم الأزمة وارتفاع الكلف ودخول الكورونا اجوا قالوا لك تعالوا خلي الأردني ما يعالج زي الأردني هو يعالج زي الأردني الفقير طبعا في النهايه هي كلف فبالتالي بيضطر ياخذ علاج من الصيدليه او فرق احنا يوميا عندنا حالتين او ثلاثه نحولها من المزاجين السوريين وهذه الرعايه نعمل لهم عمليات وحتى سرطان يعني احنا بندفع سنويا مليون يعني هون عندنا شهر لمؤسسه الحسين السرطان لعلاج معظمهم من السوريين لانه تعرف الاردني مغرب حتى بس السوري ما فيش وللاسف يعني وصلنا لمرحله انه انا صرت انا لما بدي اخذ قرار انه اعالج هذا المريض ولا ما اعالجوش اطلع يعني بعض المرضى 120,000 ليزرع الفرن طب انا اتوقف قدام الحاله طب انا 120,000 وبعالج فيها 10 عمليات عاديه وكذا طيب بصراحه يعني ضليت في الاخير صرت اطلب من مؤسسه الحسين للسرطان اعطوني الحاله يعني هل هذه الحاله نجاحها 50% فما فوق ولا اقل؟ ايوه اذا كانت الحاله اقل 50%
فطرقوها وحتى انا فعلا شفت ناس شرعيين لانه تعرفين يعني قالوا لي فهي مشكله السوريين الله يسلمك هاي مشكله السوريين صراحه الله يبارك فيك دكتور شكرا لكم بتمنى اذا حدا عنده اي سؤال يتفضل انا انهيت اذا حدا عنده اي استفسار ان كان داخل او خارج تفضل اعطيك المايك تفضل يا سؤال يعطيك العافية أنا بس بدي أسأل موضوع العلاج السوري يمكن دكتور مدر عم يحكي بنفس الموضوع إحنا جامعية الفاروق في أربيل نشتغل على ثلاث محاور بصراحة سوريين وأردنيين سوريين نعطيهم خصم عندنا مركز طبي شبه مستشفى وعندنا مدرسة نشتغل على الجانب الاجتماعي والنفس والدعم النفسي وهي الامور السوريين هلا السوريين الان ما في اي مؤسسه او منظمه يعالجوهم تمام احنا عاملين نعملهم بطاقات خصم علاج 35% عيادات تمام بس في سوريين بحاجه لاشياء ثانيه زي مثلا المي الزرقاء بصراحه احنا حتى الاردني ما بيقدر يعمل عمليه برا مي زرقاء يمكن 600 دينار تكلفتها احنا بنحاول كجمعية نحول على حدا يدفع لهم يعملوا العمليات كأردنيين نعم من الصدقات أو من الزكاة أو غيره الأردنيين ما في السوريين ما في نعم وغير هيك السوريين عندهم مشاكل بالولادة مثلا ما في كانوا زمان مأمنين بالولادة ستات بيروحوا يولدوا مجانا عن طريق المنظمات الآن بيدفعوا يروحوا يعالجوا مثلا مستشفيات حكومية بيدفعوا بصراحة زي كأنه مستشفى خاص المبالغ تكون هائلة فوق ال 600-700 دينار ويكتبوا شيكات على حالهم حتى يعالج ابنه سواء اذا كان مكسور او اذا كان بحاجة لعملية طارئة او غير فهي مشكلة يعني هاي المشكلة الصحية وفي مشكلة كمان ثانية سوريا بصراحة عندي كثير اطفال احنا بنشتغل على التعليم روضة اول ثاني اساسي زائد عاشر كثير يجوني اطفال سوريين مش قادرين انهم يدخلوا صفوف اساسيه اللي هو اول ثاني ثالث رابع روضه ما بيقدروا يدخلوا نهائيا ما في فلوس حتى يبعثوا اولادهم او السوريين بيكون مثلا مستاجر عند حدا اردني والاردني مش غير قادر انه يعطيه ايجار يعطيه عقد ايجار لانه السوري حسب ما حكيهم حسب حكيهم انه السوري حتى يجي يبعث ابنه على المدرسه لازم يكون معه عقد ايجار اردني انه بمكان صحيح هلا في ناس ما عندهم عقد ايجار لانهم بيجوا من اما خرج مثلا حاله طارئه من المخيمات او اجى رحل من اي مكان فكثير في السوريين عندي مش دارسين لا اول ولا ثاني ولا ثالث للاسف هذا بسبب يعني اسمحي لي اجاوبك في الاخير هذا الموضوع التعليمي هو بسبب جهلهم بالبداية على موضوع إنه يأخذ شو الأوراق المثبتة لموضوع التعليم لكن أنا الحكومة مش جاهلة لهم حكومتنا موقرة الله يجزاك خير بالحكومة بتطلع لهم بس تحكي على الخاصة بالناس لا حكومة الحكومة بتطلع حكومة ما في مش جاهلة سمح بالتسجيل السوريين دول الأوراق نعم دول الجاهل عندي الآن أنا عندي 2014 و2015 و16 ما عم يدرسوا جمعية الفاروق أنا زرتكم من فترة مع وفد كان معي كويتي ومن الجمعيات المميزة الله يعطيكم العافية بالمناسبة نحن يعني أنا بذكر بال 2019 أنا دائما بعمل اللي هو بجيب وفود كويتيين وبيعملوا مينيمم 200 عملية عيون كل تقريبا سنة أو سنتين فممكن أربطكم مع اللي هو وفد شفاء وهذا الوفد ممكن تعطيه بس لسته بالحالات هذه كامله وباكد لك خلال شهر واحد بنكون معالجينهم كاملين تفضل دكتور محمد بما انه احنا عم نتقاطع في قضايا من العين بعض ونكمل بعض بتمنى من اداره الورشه واداره المؤتمر انه اللسته تبعت الحضور تبدلنا على الايميل زي ما اجتنا الدعوه على الاساس برضه احنا بعد هاي الورشه انه نجزيكم الخير انه احنا نعمل كونكشن مع بعض ونتشرف يكون اول كونكشن عندنا في مركز الكالوتي في اي وقت بتحبوه هو مركزنا الصغير اسمحي بس تفضل دكتور طارق حازم كان معي المدير في سمعتك انا اسف انا اسف انا اسف يا انا ما بقدر اسف سيدي اسف بس لا ما بدي
كمان اليو ام ار في عندهم هذا النوع من دعم عمليات العيون، فممكن ترفعوا الليست لهم وهم بيغطوا لكم هذا، وانا بتعاون معهم بشكل يعني مباشر، ما عندنا اي مشكله. تفضل دكتور طارق. اسف يعني اضطريت اطلع شوي ورجعت لقيت الموضوع شوي ومثير للاهتمام. يعني انا بحكم اني مش مختص فيه بدي اسال سؤال، هل يوجد احصائيات او ارقام واضحه في القطاع الصحي تحديدا للاجابه عن الاسئله التي ربما لا نعرف اجاباتها؟ مثلا هل هناك فرق فيما يقدم من خدمات صحيه بين الاردني والسوري؟ بمعنى ان الاردني الذي لا يملك تامينا صحيا هل يعامل معامله مختلفه عن السوري ايضا الذي لا يملك تامين صحي؟ هلا حقيقه انا تخصصي حصرا في موضوع الصحه هو اكثر بالمخيمات، فالان سؤالك هذا بده يكون للدوله للحكومه. اذا يجيني على اي خليفه سكبت تفضل. هذا الشق الاول من السؤال. السؤال الثاني، هل يوجد لدينا ارقام او احصائيات عن ما يقدم من الجمعيات؟ يعني اليو ام ار هلا عرفنا انه بيقدموا عمليات عيون صح؟ كلنا بنشتغل مع اللاجئين وبنشتغل مع هاي، يمكن ما هاي معلومه جديده مزبوط؟ نعم. وفي غيرهم كثير، وفي ناس برضو يعني في جهد فردي داخل المجتمع كلنا بنعرفه مش بالضروره من خلال الجمعيات، في ناس فاعلين خير من السوريين المقيمين خارج الاردن بيشتغلوا بدول الخليج اللي عندهم كل ما بيجوا اجازه بيعملوا كل شيء بيقدروا يقدموه ل يعني السوريين موجودين هون على سبيل المثال، وفي اردنيين هون وبرا بيعملوا نفس الشيء، وفي ناس من جنسيات مختلفه بيعملوا نفس الشيء. فاحنا طالما ما عندنا ارقام ما بنقدر نقول انه اليوم يعاني السوري من مشكله العلاج، لانه مثلا هاي جمعيه الفاروق من الجمعيات برضه الكبيره اللي بتشتغل بهذا المجال وعندها بدائل، وفي جمعيات صغيره وفي مراكز صحيه وفي اطباء ما بياخذوا. فاحنا ليه مصرين على وجود مشكله وانا بتخيل انها بالتاكيد موجوده لكن حجمها مش كبير؟ لانه يعني برضه بنعرف ناس احنا عايشين بينهم. انا اعتقد نسبه وجود السوريين بيربد اعلى يعني، فاحنا بكل مكان بكل حاره في لنا جار ولنا صديق ولنا، وبنشتري الخبز من عند السوري واللبن من عند السوري والى اخره، فبنسمع قصصهم المحكيه بعيدا عن طبيعه العمل، ما بنسمعهم بيشكوا من موضوع العلاج. بالعكس انا كنت احكي لهم قبل شوي، انا لي صديق كانت مشكلته انه ما بده يعمل العمليه لوالدته بمستشفى حكومي اللي هي بتكلف بالمستشفى الحكومي، عنده جهه بدها تغطيها المفوضيه يمكن او شيء مثلا 2000 وشوي بس بالخاص بتكلف 6-7000 ليره، فكان يدور على بديل يغطي له كلفه العلاج بمستشفى خاص وبده بمستشفى معين ودكتور معين. يعني ما كانت مشكلته انه يتعالج ولا ما يتعالجش، جوده العلاج. صحيح. هذا هاي ملاحظه شخصيه. انا ممكن احكي لك الان، طبعا انا بتكلم داخل المخيمات، جميع الاحصائيات عندنا كامله، حتى لو الاستشاره واحده تسجل عندي في جميع المراكز شو استشار على اي طبيب دخل ومتى كان وقت الاستشاره وشو مخرجاتها وشو العلاج اللي تم عليها، شو في استشاره وليس فقط البروسيس كامله. الان تصديقا لكلامك حقيقه كانت طلعوا مبادره شباب اردنيين هيك صغار طلاب جامعه، ووصلتني احد المشاكل على ام عندها مشكله في رجل بنتها وعامله عليها قضيه، لا بدها حكومه ولا بدها حدا، حتى الطبيب الخاص اللي راحت له يعني مش عاجبها، فاضطريت والله يا اخوان اخذها شخصيا على طبيبي الشخصي اللي هو بارك الله فيه، بحب اذكر اسمه لانه قدم شيء، كانت العمليه قيمتها حوالي 1400 دينار، فقال لي اسمه الدكتور ايميل حوراني، فقال لي يا محمد مش دعايه له لكن هي من باب الشيء، قال لي 600 دينار حق المواد وخليها تدخل تعمل العمليه والان امورها تمام الحمد لله. فنحن زي اللي تفضلت فيه في عندنا خير كثير الحمد لله. الاحصائيات داخل المخيم 100% الطبيه والصحيه موجوده عندنا بشكل كامل. تفضلي دكتور. انا بس بدي احكي ملاحظه كثير مهمه دائما بنحكيها في الاجتماعات والمؤتمرات، من يقدم ماذا؟ يعني لما بحكي الدكتور طارق انه انا ما بعرف، في جزء كبير منا ما
بعض الاحيان في مؤسسات بتشتغل داخل الاردن ما حدا بيعرف ايش نوعيه الخدمات. يعني انا بجوز حكيت مع الاء ترى انا اول مره بسمع في المنظمه وحتى في اليونيسيف واليون اكسير مع بدايه الازمه السوريه كتبوا اسماء المؤسسات نوعيه الخدمات اللي بتقدمها كانت مع بدايه الازمه، بس بعد مضي الازمه فخليني احكي دليل اجراءات لعمل موحد ما اثبت من هي المؤسسات اللي بتقدم الخدمات بتنوع. تسمحيني دكتوره ناخذ نحن المبادره ونجمع هذه الناس ونعمل لهم مظلة ونشوف كل حدا ونعمل انتجريشن مع كل حدا. أنا بدي أروح على مركز الدراسات والأبحاث لأنه بلاك إنترناشونال وطرحتها مع بلاك إنترناشونال، لأني أنا رسالة الماجستير الدكتوراه كانت عن مؤسسات المجتمع المدني 4500 مؤسسة. الآن ببشرك 6670 مؤسسة خيرية وثلاث ارباعها باسم ابو فلان ومعلق. ما في مشكله، احنا عندنا كم كثير من الجمعيات بس في جزء منها كثير معطل، يعني ما عم بيشتغل صحيح ترخيص، بس في مؤسسات عم تشتغل على ارض الواقع بناء على ترخيصها لازم يتحدد المجال اللي عم تشتغل فيه. لازم فانا احكي جميع بشتغل بالاغاثه بشتغل بالتعليم وبشتغل بالصحه. يا سلام عليك، معك جدا بالتخصص. في بنك محدد او جهه مسؤوله حكوميه معنيه انها تجي انه هاي المؤسسات. انا بقول دكتوره لي تاخذي المبادره. لا بدي اقول عشان تحسب لكم نقاط انت دكتور طارق. احنا بنقدر نشارككم بمصفوف الشركاء اللي عندنا، بنقدر نشارككم بالداتا بيس الموجوده عندنا بالمنظمات اللي اوريدي اشتغلنا معاها او تعرفنا عليها في فرص زي هيك، دخلنا حددنا الاريا اوف انترست تبعتها حتى التمويل الجهه مقرها مكانها تليفوناتها داخل الاردن وخارج الاردن. اذا حضراتكم بتعطوني ايميلاتكم ممكن انك بنحطكم على هاي الداتابيس ونشارككم هاي الداتابيس، ما عندنا مشكله ابدا. واذا في بتعرفوا منظمات كمان ابعثوا لنا اسمائها برضه عشان ندخلها على الداتابيس. انا صراحه في من جامعه بالاربد مش عارفه يكون دكتور عيمات مش عارفه من اربد، لانه احنا بنشط الطفوله مع المجلس الوطني كان في دراسه اعطوها اعطوها لاحد الشركاء انه يعمل قاعده بيانات المؤسسات لنوعيه الخدمات، فانا راح اتواصل معكم وابعث لكم. لا احنا عندنا داتا بيس اوريدي، بس الاصل انه انا اعطيكم بيرميشن عليها انكم تدخلوا وتشوفوا اكسس تدخلوا وتشوفوا. فاذا بتدوا لنا ايميلاتكم بتدوا لنا، يعني انا ما بعرف اذا بتحب بكتب على اللوح ايميلي وتليفوني، فاي حدا بحب هي راح اكتبه على اللوح. دكتوره اذا كتبتي بمحضر الاجتماع راح نشاركه مع الجميع. بكتب عن مش نافع، مرات احنا هيك بيجينا هاي اللسته اي ولا اي ولا واي ولا او نقرينا ايميلك يا دكتوره. هاتي ار دبل اي ام ات سوري دوت كي. هاي انا خلصت شايف بقول لك اذا هاي مال دوت كي ات واي يو دوت اديو دوت جو. وفي كمان للمركز برضه ايميل ريفيوج ار اي اف يو جي اي at yu.edu.jo والرقم التليفون 079-5-101-752. فأهلا وسهلا فيكم ونتمنى انكم تزورونا في المركز. والله احنا اربد عنا حلوة، فأهلا وسهلا فيكم. ملف علاج الجرحى السوريين بمستشفى تخصصي ومستشفى الجزيرة. النقطة كالآتي، من قبل ما تكون والحرب السورية تقوم وسوريا وبيجونا الأشقاء، إذا على كلام الأخ الأشقاء السوريين إخواننا، إحنا منعاني بالبلد أصلاً كأردنيين من آلية العلاج وتطبيقها على الأردني نفسه. أنا 31 سنة بالعمل التطوعي والإنساني والجمعيات الخيرية. كان عملي بداية العمل الجمعيات إنه أنا أخذ ملفات الكبار السن حصراً بحب أشتغل معهم وأخذهم من الصبح بكير ومواعيدهم على البشير، نطلع 7 نكون واقفين بس مشان هدول كبار السن يفوتوا بوقت معين. بهداك الوقت عم بحكي من سنة 90 بلشت
وهذه الأزمة وهذه المعضلة ما زالت ومستمرة وإلى الآن. أردنيين كتير بيستنوا على الدور بالمستشفيات الحكومية لقلة الحيلة وقلة المال، بيستنوا شهرين وثلاثة وخمسة ليجي دورهم ليأخذوا العملية. يلي توفى توفى، واللي الله يرحمه. ما بالك لما إجا لعنا الأخوة السوريين وصاروا بالبلد وصاروا من سكان العاصمة ولا المحافظات ولا ولا، شو صار بالقطاع الطبي؟ صار عليه عبء ولا لا؟ العون الطبي، جمعية العون الطبي اليو ان عملت معها شراكة من بداية الثورة السورية، وفتحوا عيادات بأغلب المناطق بالعاصمة، بكل بأكثر من منطقة بالعاصمة بالمحافظات. الآن صار هون ثلاث سنين، ويمكن الدكتور مندب بأيد الموضوع معي بأنه تقلص العمل هذا وتقلصت هاي شو بيسكرت، لأنه كان قدامي بالمحطة عند الديوان الملكي، وانتهت الشراكة. والآن السوريين ما زالوا للآن مع وجود كان العون الطبي يغطي جزء، أيام يغطي كامل كان بالمستشفيات الحكومية ويعني لسه بسيطة، وأيام جزء بسيط. مع هيك كانت المعاناة كبيرة، كنا نعاني من وين نغطي للعمليات ولا العمليات المستعجلة ولا الحوادث. يا محلى كل شيء، العملية ممكن تتأجل خمسة أشهر ما فيها ضرر. الحادث السير بالشوارع على السوريين إشي مميت، يعني اللي بيصيبه حادث ولا تضربه سيارة اعتبريه انتهى أمره، لا عملية لا مستشفى بتاخده ولا جهة لتجيبي له جهة. آسفة على الكلمة بين قوسين، كنا نشهد يعني نكتب على تويتر ولا نكتب على انستغرام، ولا كان اول شيء تويتر والفيسبوك مشان نجيب نغطي حاله. بقى ما زالت المعضله مستمره وقائمه الى الان، والسوري للان بيعاني من موضوع العلاج بالاردن مثله مثل الاردني تماما الفقير يلي تامينه بسيط جدا. وللان بنجيب حال بنجيب منح لحتى نغطي هاي الحالات من الامراض ومن السوريين. شكرا، يعطيكم العافيه. ميزان حسنات، يعطيكم العافيه.